وا ويله يا ام البنين وا ويله احكي سولف وا ويله يا بعد وا ويله يا ام البنين وا ويله يا ام البنين وا الله هو ويله يا ام ويله هو ويله يا ام البنين دموعك الام البنين نجريها دموعك الام البنين نجريها يا الموالي من يمر طاريها يا الموالي من يمر طاريها هو ويله يا ام البنين هو وا ويله يا ام البنين وا ويله يا ام البنين من يلومك لو عشت عمرك حزين تردف الحسرات وتهيج الويني من يلومك لو عشت عمرك حزين تردف الحسرات وتهيج الويني تدري هالليلة مصاب ام البنين تدري هالليلة مصاب الله الله تدري هالليلة مصاب بني صور الليلة الأجل يلفيها صور الليلة الأجل يلفيها وا ويله يا ام البنين وا ويله يا ام البنين يلا شباب وا ويله يا ام البنين تصور الليلة لفليها الأجل لا ولدها يمها لا خير العمل صور الليلة لفليها الأجل لا ولدها يمها لا خير العمل ذكرى حسين ودمعها زه الله ذكرى حسين ودمعها عليها همل هالوفية لازم توافيها هالوفية لازم اهوى ويله اهوى ويله يا ام البنين اهوى ويله يا ام البنين كمل اهوى ويله يا ام البنين اهوى ويله يا ام البنين الله اذكر الطيبه التقيه الزاكيه صابره الضحت مثل هالتضحيه اذكر الطيبه التقيه الزاكيه صابره ضحت مثل هالتضحيه خلي دمعاتك عليها جاريه خلي دمعاتك عليها جاريه الله خلي دمعاتك عليها جاريه ونار حزنك ابد لا تطفيها ونار حزنك ابد لا اهوى ولا اهوى ولا يا ام البنين اهوى ولا الطوم اهوى ويله يا ام البنين اهوى ويله يا ام الله اذكر الطيبه التقيه الزاكيه صابره ضربت مثل بالتضحيه صور الليل لفليها الاجل لا ولدها يمها لا خير العمل ذكرى حسين ودمعها عليها همل ذكرى حسين ودمعها عليها همل هالوفية لازم نوافيها هالوفية لازم نوافيها اهوى ويله يا ام البنين اهوى ويله خادم خادم اهوى ويله يا ام البنين عارت هالليلة ولدها الطيبي يمها لحظات المنية حاضرين ريت هالليلة ولدها الطيبي ريت هالليلة ولدها الطيبي يمها لحظات المنية حاضري لمهم يودعوها وبنوح وحني لمهم يودعوها وبنوح وحني ليلة ويحيطون كلهم بيها ليلة ويحيطون كلهم وا ويله يا الله اهوى ويله اهوى ويله يا ام البنين اهوى ويله
يا أم البني ريتها الليلة ولدها الطيبين يمها لحظة المنية حاضرين لمهم يودعوها وبنوح وحنين لمهم يودعوها وحنين الليلة ويحيطون كلهم بيها الليلة ويحيطون كلهم آه آه واويلا اهوا ويلا اهوا ويلا ذوب 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 اهوا ويلا يا ام الليل ريت يقوم راعي المشرعه ليل ريت يقوم راعي المشرعه غسل الواسه الزهره الشافعه ينحب عليها ويجود بمدمعه ينحب عليها ويجود عباس ينحب عليها ويجو مع من يجهزها ويصلي عليها من يجهزها ويصلي اهوا ويلا اهوا ويلا يا ام البنين اهوا ويلا يا اهوا ويلا يا ام البنين الليلة ريت يقوم راعي المشرعة غسل الواسة الزهرة الشافعة ينحب عليها ويجود بمدمعه ينحب عليها ويجود الله من يجهزها ويصلي عليها اهوا ويلا يا ام البنين اهوا ويلا يا ام البنين الله اهوا ويلا يا ام البنين اهوا ويلا يا ام البنين شلون بالله يشيع اللي ربته شلون بالله يشيع اللي ربته هو مقطوع يساره ويمنته هو مقطوع يساره هو مقطوع يساره ويمنته بالعمد مهشومه من نهامته بالعمد مهشومه من نهامته وعيني واويل السهم يطفيها وعيني واويل السهم اهوا ويلا اهوا ويلا يا ام البنين اهوا ويلا خادم حج ام البنين اهوا ويلا لا تتعب لا تتعب اهوا ويلا شلون بالله يشيع اللي ربته هو مقطوع يساره ويمنته هو مقطوع يساره اي بالعمد مهشومه من نهامته بالعمد مهشومه من نهامته عيني واويل السهم يطفيها عيني واويل السهم يطفيها اي على وسادت هلا هلا بيك على وسادت منيتي من احط راسي على دربك أصيد يا وليد عباسي أقول نهسة يحضرني تعال بإيدك دفني تعال بإيدك تعال تعال بإيدك تنازع روحي وتصد عيني لطفوفك رغم ما أدري بك وأعرف ظروفك أدري يا ابني وأدري مقطع شفوفك أدري يا ابني وأدري مقطع شفوفك لشن قلبي يمك يا ابني ميعوفك غيرك من يغسلني تعال تعال بإيدك تعال تعال بإيدك أصيدي على الدرب يا يمك شاوينك أريدك من تيجي تترخص حسينك أريد أنك تغسلني بدمع عينك أريد جنازتي ترفع بيدينك أريد جنازتي ترفع بيدينك صعدت بليل يا يوم سطح داري طلبت من النجوم بمدمع الجاري
ليل كافل اصيدن ويصلت اخباري قبل ما اموت اشوف وتطفى كل ناري الهي بالحسين يا رب عافي وشافي جميع المرضى. اخوان اكو مريض يحتاج الى دعائكم اسمه محمد، عليكم بهاي الانفاس بهذا وضعك بهاي دمعتك بهاي ولائك لام البنين، ان شاء الله ادعو لمحمد بان يشفى بحق محمد وال محمد. الهي شافي وعافي جميع المرضى يا الله، على الاخص من اوصاني وكلفكم بالدعاء. الهي عجل لوليك الفرج يا رب العالمين، عجل لوليك الفرج. نقرا الايه الكريمه لشفاء المرضى وقضاء الحوائج. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ إلهي بالمضطر يا رب اكشف السوء عنا يا الله، شافي وعافي جميع المرضى يا رب. يا رب ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان نهدي إليهم جميعا ثواب الفاتحة مع الصلوات.